السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزيت. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على شاهدنا كيفاش العام يعني السابق يعني غول المترشح في مكتب وليد صالح كيف رد على المحسوب على الاعلام المهدي كمال. وصح سي مهدي كمال، يعني انا واحد من الناس نقول لك علاه نحترمك من اجل الابن تاعك اللي ربي يشافيه ان شاء الله يبرع لك بلا عيب، لكن يعني في المهنه تاعك يعني وانت اللي دخلت على بالك في السوق تاع الماتش يتعاون واللي تجيب لنا ناس يعني والبلبز يعني على الاقل عقلوا عليها، جبت لنا مول المقرور، جبت لنا اللي توخ في الاعلام وقال لك لا المكانه تاعو في البي اسبور، هو البي اسبور يعني لازم له اعاده تربيه، هذاك في اعاده تربيه في الصحافه ماشي اعاده تربيه في الاخلاق تاعو. لا ما ندخلوش يعني نهضروا الصعب، نهضر انا دائما كي نهضر على واحد نهضر على المنصب اللي راه فيه، ما نهضرش على حياته الشخصيه، خاطينا حياته الشخصيه مانيش عايش معاه هنايا. كما شاهدنا كما ذاك المخنث يقول الوالد صادي انا نعرفك، على بالك شكون اللي تقول انا نعرفك؟ الا كتكون زوجه عنده ولا كنت كنا عندهم تقول لهم انا نعرفه، زوجه ولا كنا زوج صوالح هذا مكان. ما تجيبش انا كي نهضر عليه هكا في المنصب اللي راه يبان فيه، هذه هي غتعلمونا الناس قعدنا مع شيوخ كبار يقول لك هاك تهدر، ما تهدرش الهضره اللي تدور عليك، ما تهدرش يعني وين الناس خاطش هادو يخرجوا على الخط، على باش شكون يخرج على الخط؟ شتني تكون تحرص يقول لك هذيك بغى نخرج لك على الخط، هادو يخرجوا على الخط، هذه معنى عطيتها لكم، كي تجيبوا واحد يخسر في الهضره قول له راك خرجت على الخط. بالتالي الاعلامي المهدي كمال وين اين هي المصداقيه والاحترافيه والحياديه؟ الشعار الذي صدعت به رؤوسنا تستضيف بوق واذيال المترشح المقصي وتغلق الباب في وجه الطرف الثاني، هل هذا العمل من اخلاقيات المهنه؟ الا يحق لك ان تاتي بممثل عن الطرف الاخر حتى يكون لعملك يعني لعلمك الادنى شيء من التزام باخلاقيه الاعلاميه؟ الاعلامي الحر والنزيه ملتزم بالحياديه والشفافيه وحتى لا تكون منبر الابواق التي يعني والذي يتجه له الانزال الذي حكم التاريخ عليهم الان، يعني لان بالقضيه ولم تعد الهستيريه دراويش التي يدفعون بها لك وصيحهم يجد صدى سوى في مربع استديو الذي فتحته، يعني لهم نصيحتي لك من العمل من اجل رفع من المستوى الاعلام الرياضي واعطاء قيمه له حتى تمهد الطريق النضال الاحرار هذه المهنه في تحريرها وتحرير يعني الصوت الحق او تغيير الصوت ان كنت غير قادر على فهم واستيعاب الرساله الاعلاميه الحر والنزيه. صح شاهدنا وين كمال مهدي يعني وين استضاف يعني الا الناس اللي مترشحين من جانب يعني اللي راهم مقصيين، يعني وزيد يهدر هدره يعني كليشيوغ ضد والهدره اللي يهدر فيها شاهدناك وما بغيناش نردوا عليك، لكن كيشوف كيفاش واحد رد عليك باش ما يكونش عندكم حجه تجو تشكو بينا، خاطر وليتو انتوما الشوبير جايكم ساهل، دير بريه دير طاك ورسل الشوبير، خاطر على عيتونا على هذيك ما تدروك نعرفو كيفاش نلعبو معاكم، نعرف كيفاش نلعب معاكم، انا دروك عندي تجربه معاكم، نعرف كيفاش نلعب معاكم، يا خويا هو حسن غول هو اللي يهدر ماشي الشوبير يهدر، هيا اللي مناقلها من عند حسن غول هو اللي يهدر، متالي كاع بغيتو تشكي روحكي ماشي انا نهدر، هو انا داير لا كابتير درتها عندي. كما تعلي قالوا البلايليش كيف شوبير نقلها كما اللي راحوا قالوا البنجاح اش كيف شوبير نقلها تاع بنجاح نقلتها من قناة النهار من السيت تاع قناة النهار هي تربح. نهار اللي عيط لي خوه قال لي نشكو بيه قلت له روح شكي قلت له هيا لاوي راهي تنسلها لك دير تشوف قلت له كابتي راك تشوف دب هيا لاوي راهي شكي بالنهار انا نقلتها من عند النهار وتربح تعرفوا غير تشكو بشوبير هذا مكان شوبير نقلها فانيك انا فانيك نقلتها نورمال عادي
يعني ناقلها لها منقولة منقولة بقالب منقولة أي رتل بحرو. أنا نقولها لك كمال مهدي أنا نعقل لك نالي أنا نقول لك وينتا وليت ما سايك من نهار اللي دخلت في أمور يعني تاع الماتش تعاود راك عاقل عليا اللي برك ما تخلع في الغاز وداير البوز وداير منا وبيلف قاوي وبيلف ثقيل ومنا وتعايف الناس اللي هادو الحقيقه تقول لهم على بالي نبغي بلادي بصح ما نكذبش على الناس انا نبغي بلادي نبغي انا نتايا كاعلامي ولا كمسؤول يمد لي الحقيقه باش نعرف وين راهي الطريق الصحيحه ماشي جاي تكذب عليا وتكذب عليا وتقول لي لا لا كيف راك جاي ضد ماشي جاي ضد بلادي حنا رانا جايين ضدكم انتوما انا جزائر ما نبغي ما كيفاش مكاش لي عايش في بلادو يكره بلادو مكاش انتوما عايشين تاكلوا منها تكذبوا تهضروا الباطل باش تعيشوا منها برك هذا مكان هذه هي انتوما تهضروا الباطل لازم تكلموا الباطل كيما روبيو 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 مع التالي من الجماعة شافوا روحهم طاحوا عطاو لي ميرو تيليفون للمشرف اتصل بيك كي راك صافا ميرسي 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 تا ولا قالك انا لوني نعطيك المعلومة اش تا كاين تاك المعلومة غلط المعلومة اللي عطاها لك الاولى بسم الله غلطة بهدلك تاع السعودية بهدلوك انت تما كذاب روبيو كذاب واو لله هارا وي راه بصح طيك تهدر طيك تهدر جيب لنا البيان تاع تاع الهلال السعودي باللي قال باللي نعطيه 2 ملايين اورو للمشرف تاعكم جيب لنا الاولى كذب عليك الاولى بسم الله كذبه هارا روح سقسي قدامك شوف لي فاتوا قدامك سقسي سقسي مول جوجل سقسي مول المساحات الضيقه وزدت انت روبيو بغيت تلعب بالمربعات الضيقه غادي كا تكذبوا علينا ولا من بعد تقولوا لنا انتوما ما تبغوش يا ودي روح تربح انتوما كنا نقول لكم يا ودي يا ودي انتوما راكم ضد الحاج محمد راو راوا راكم ضد الجزائر الحاج كيما نهار اللي فرحتوا مين اللي قجع ربح وليتوا كاع تصفقوا عقلكم مليح عقلكم مليح درت لكم فيديو في ديك الليله انا قلت لكم قلت لكم يا جماعه ماهوش راو راوا اللي خسر الجزائر هي اللي خسرت وخرجت صح الجزائر هي اللي خسرت ما هوش راو راو خسر الجزائرية اللي خسرت شو ويرانا اليوم شو ويرانا رانا خارج مجال التغطية دوليا وإفريقيا رانا خارج مجال التغطية في الرياضة وزيد المجاري والمجرى الكبيرة اللي قالت لهم أنا شايبي ولدي أي زايدين يدعموا في العصابة كي تعرف باللي هاد الناس راهم يتلقاو أموال باش يهضروا هذا مكان هذا مكان تلقاو أموال باش يهضروا هذا مكان مكاش حاجة أخرى كاينة حاجة أخرى مكاش شتو ناس كيفاش دايرين شتو فيهم شوفو ناس كيفاش دايرين شتو إعلام منا طاب في النهار تروح للنهار القناة اللي راه فيها روبيو اللي هرب 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 منها مصطفى ماصا مزية رفيق واعد يجي وحدو خاطر على مشيطة يقابل الناس يعني هذه تاع كمال مهدي يا خويا كمال مهدي ما يشافي لك ولدك برك هذا مكان خدم خدمة ليشان مكتوب واش كتب لك ربي والله بلادك المكتوب هذاك قليل والله ربي لا فتح عليك حاجة وقت أخرى كاع ما تنجمش كاع تكلم كلمة الحق راهي صداقة كلمة الحق راهي صداقة تكلم كلمة الحق راهي صداقة حنا على بالنا على بالنا أنا كون نبغو نهضرو واش راكم مدخلين كاع مدخلين يديكم ولا يا زتي نستعرب بها زتي نقول لكم نستعرب به مي قال لكم قال لكم ديك لا ساندويتش نشعه معايا قال لكم انا ما نروحش وحدي على خرجتوا قال لكم تهضروا على ما بغيتوش واليد صادي خاطر صادي زتي نستعرب به في هذه قال لكم ديك كلام اللي يشرب معايا قهوه غادي نجبده قال لكم والله ما نروح ونخليكم ورايا قال لكم كاع روحوا برحمه الجزائر عندها خيران بزاف تربد 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 ألف ألفين تربدهم تربدهم قاع خاطش البرنوس اللي كان مغطي عليكم البرد راح ذاك البرنوس اداه موتسيبي عطاوها موتسيبي ذاك البرنوس هذي باش يكون على بالكم كاش مكاش اللي يجي غلط لا وراه على بالنا متالي ولدي هذي هي وهذي روح ياه على بالنا واش كاين تربح خويا تربحو ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا
وإن شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله.